السلام عليكم، انا الاب ديال شريفه البقالي اللي توفى السبب ديال الاهمال. الام ديالي كانت مزيانه، كانت كتعاني من الريه وعندها السكر. داو محمد الخامس بقات تما واحد تقريبا جوج سيمانات يعني كتداوى. داروا لها سكانر وقال لنا بان السيده فيها كورونا 20%، يعني ما كتبانش، ما بيناش مزيان ان كورونا. هزوها من تما وداوها للقرط سوق البقر. من سوق البقر بقات تما كداوى انسانه، فهمتي؟ كتقول لها كنهضر معاك كتقول لنا مزيانه بخير الحمد لله، معامله مزيانه، كل شيء موجود الحمد لله. دازت تما جوج سيمانات كنتفاجئوا، عيطوا لنا في التليفون قالنا السيده راه في محمد السادس. جينا كنجريو محمد السادس ما تبانش السيده هنايا. قال لك السيده ما هناش ما جاتش. رجعنا لسوق البقر قال لك السيده راه هبطنا محمد السادس. ملي رجعنا قالوا لنا السيده كاينه هنايا فعلا. السيده الوالده ديالي مسكينه كنا كنجيو كندخلوا للماكله هنايا ما كتوصلاش. كتعيطنا في التليفون كتقول يا وليدي عاود قول لي انا كنضع بالجوع. جينا كندخلوا الماكله كتدخل للنص نص ما كتدخلهاش. الوالده ديالي ما ماتتش بالكورونا، الوالده ديالي ماتت بالاهمال، وهاد الناس اللي كيموتوا في طنجه ماشي كيموتوا بالكورونا. حتى الاهمال كاين، الاهمال كاين، النقص كاين، النقص. حسبي الله ونعم الوكيل الناس هادو، حسبي الله ونعم الوكيل. وكنناشدوا المسؤولين وزير الصحه وصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله، كنناشدوه بان يشوفوا هاد الحاله الناس هادو. رحنا الام ديالنا توفات رحمه الله عليه، ما بغيناش الناس يطيحوا في هذا الموقف هذا، ما بغيناش الناس يطيحوا في هذا الموقف هذا ويموتوا بهذا الاهمال. وشكرا وشكرا، كنشكروا شوف تي في على المسانده ديالها وعندها واحد المصداقيه، وشكرا بزاف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا الزوجه ديال الابن شريفه البقالي اللي توفات 31 في هذا الشهر، في شهر 8 توفات بمرض على مستوى الريه. هذا هو السبب الاول اللي حنايا بقينا كنديوها للطبيب كنداويوها، ديناها للرباط باش يحيدوا لها الماء من الريه. صدقت انها دخلت للديشوكاج في الرباط، باتت ليله في الرباط. الاطباء ديال المصحه شافوا على اساس المستوى ديالنا المادي ما كافيش ان السيده تبقى تبات يوميا في الانعاش، يوميا السيده باقا مطوله في الانعاش. عطاونا ورقه جبناها لمحمد الخامس، جبناها لمحمد الخامس ما بغاوش يدخلوها لنا. قال لك لا عندها ريا خصها تمشي سوق بقر، سوق بقر قالوا لنا فيه كورونا ما ندخلوهاش، والسيده ما عندهاش كورونا. بقينا في محمد الخامس كنطلبوا كنرغبوا حتى دخلوها. دخلوها بقات في السيرفيس خمس ايام او ست ايام، بقات في السيرفيس شويه مشى لها التنفس، هبطوها للانعاش، بقات سبع ايام او ست ايام عاوتاني في الانعاش شويه. قالوا لنا غنطلعوها لسوق بقر، قلنا لهم علاش قلت هذاك سوق بقر كورونا؟ قالوا لنا لا السيده فيها كورونا. قلنا لهم حنا عندنا جوج لي سكانر، عندنا التحاليل، عندنا كل شيء كيثبت ما فيهاش كورونا، عندها الماء في الريه. قال لك لا هزت كورونا هنا في محمد الخامس، عندنا الشك ديال 20%. واخا داوها لسوق بقار، بقينا حنا على اتصال معاها. السيده مزيانه، انا في صحه جيده، انا الحمد لله واكله شاربه لابسه، المعامله احسن معامله، ما كتشكر وكتعلي في الطبيب ديال سوق بقار. واحد النهار مشينا دينا لها الفطور ما كنلقاوهاش، 48 ساعه وحنا كنقلبوا عليها الدوسي والتليفونات ديالها تما، وكنعيطوا كتجاوبنا وحده من المصابين بكورونا تما قدامها، كنعيطوا كتجاوبنا كتقول لنا يماكم هبطوا يعملوا لها السكانر في محمد الخامس ما رجعتش. كنجيو لهنا كيقولوا لنا ما عندناش، كنرجعوا لمحمد الخامس ما كاينش، كنرجعوا لسوق بقر ما كاينش. رجعنا لهنا لحسن حظنا اننا واحد السيده شافتنا، قلنا لها لا لا الوالده ديالنا راها هنايا هذه، قالت لنا شبهاتها لاختها، عيطت لنا قالت لنا هي هنا. ديك الساعه عاد جابوا لها الدوسي ديالها من سوق بقر قال لك فيها كورونا. من نهار اللي دخلت لهنا عندنا الاوديوات ديالها كتعيط، اولادي عتقوني انا كنموت بالجوع، اولادي انا ما كاينش الاطباء ما كنشوفهمش، عيطوا للطبيب يعمل لي يضربوا لي الابره انا في الحرق، عيطوا للطبيب يعملوا لي الاكسجين انا حيدوا لي الاكسجين. قالت لك القرعه خاويه ديال الاكسجين، الريح كاين والماء ما كاينش في القرعه ديال الاكسجين ما كاينش، والسيده كتغوت. اولادي لبسوا الجلالب ديالكم اجيو لهنا، ملي كنجيو لهنا حتى واحد ما كيعطينا الخبر، حتى واحد ما كيقولنا شنو كاين، كيقول لنا حنا ما عندناش حق ندخلوا لداخل، حنا تعطينا ايدنا نلبسوا لبسه كوفيد عاد ندخلوا. مي كنجيبوا لها الماكله الا جبنا لها الفطر في الصباح ما كيوصل حتى الخمسه د العشيه، هذه ايده وصلى. جبنا لها شحال من حاجه تشهاتها وقالت لنا كنجيبوها لها ما كتوصلاش. الاسبوع اللي فات تغير الجو، رجع البرد، عيطت لنا اولادي انا كنموت بالبرد، انا جبت لها المنطقه انا وجوج الوساني، جبناها لهنا قالوا لنا كونوا هانيين. غنوصلوها لها، لحد الان المنطقه ما وصلت لهاش، فين هي المنطقه؟ الله اعلم، حنا ما بقاتش فينا المنطقه، بقى فينا الاهمال ديالهم. الماكله اللي ما كتوصلهاش كتقولنا اولادي انا كنشوف الماكله في الكلور اللي كيعطي سيدنا، الماكله في الكلور وما كتوصلهاش، علاش هذه الماكله ما كتوصلهاش؟ ما فهمناش حنايا علاش. الا بغيتي تدخل القرعه ديال الماء هنا كتشري القرعه ب 6 درهم كتخلص عليها هنا في الباب 50 درهم، ويا ريت توصل لها.
طلبت اللبن ما وصل لها. حنايا كنشدوا سيدنا، كنشدوا سيدنا والمسؤولين ووزير الصحه يشوف فينا ويشوف شنو كاينه في هذا الطبيب، يشوف المعامله. معظم الناس كيتشكوا، معظم الناس كيتشكوا. حنايا السيده ماتت الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النار، ولكن حنا هذا الغلط ما بغيناش يوقع فيه شي واحد، حيت حنا عندنا غير على الوطن ديالنا. حنا بغينا هاد البلاد تنقش تيتو، حنا خصنا هاد كوفيد تنقص ماشي تزيد. ولكن في هاد الحاله هادي راه معظم الناس راهما مراضين بكورونا وما بغاوش يجيو للطبيب. علاش؟ كيقول لك حيت كاين الاهمال، كيبقاو في الدار تكيأذيو العائله ديالهم، على داك الشيء كتكاثر كورونا، هذا هو السبب. لو كانت هنا معامله بحال اللي كاينه في طنجه الباليه، وانا كنشكر المستشفى ديال طنجه الباليه والاطباء العسكريين اللي جاوا من مدينه الرباط، كنشكرهم على المعامله، لان كانت عندنا سيده في طنجه الباليه اللي هي الاخت ديال الام الزوج ديالي في صحه جيده الان في الدار ديالها، معامله، اكل، الطبيب، كل شيء، لباس، كل شيء متوفر، التليفونات، المعامله من كل شيء، لا اكل ولا كل شيء. هنا السيده دائما العجوزه ديالنا كتعيط، اولادي انا في الجوع، اولادي انا خصني ناكل، اولادي خصني نشرب، حتى حاجه ما كتوصل لها. قالت لك رزقها كيدي وهله، اللي عنده في المجار الا وصل لها كيديه وهله. علاش؟ حنا كنجدوا سيدنا وبغينا سيدنا ياخذ لنا الحق ديالنا. السلام عليكم، انا ابنه شريفه البقالي، انا بنت شريفه البقالي. الوالده ديالي كنت كنجيب لها الماكله ما مره ما جوج، كنجيبها لها هنايا، كنت كنجيب لها الفطور من 8 الصباح كيدخل لها حتى الواحدة ونص. مين كنعيط للوالدة ديالي واش وصل لك الماكلة، قالت لي الفطور وأي حاجة كتوصل لي، بعض مرة كتوصل لي بعض مرة ما كتوصليش. النهار اللي ديت لها الفطور أول مرة في 8 الصباح وصلت لها الواحدة ونص، ما يشرب ديك القهوة وداك الشيء، صافي زادت مرضت. قالت لي أنت ما تعاودش تجيب لي الفطور، حيتاش الفطور ما كيوصلش في اللحظة اللي كتجيبوا لي أنت ناطري، كيوصل لي تا ما كيبقى فيه تا ما ينشف. ودابا انا الوالده ديالي صيفطت لي العضيات بزاف ديال العضيات، تقول لي ابنتي اجي عتقوني، عيط لخوتك وجمع خوتك واجي عتقوني، خرجوني من تما. انا راني كنموت بالجوع، راني ما عندي لا اكسجين لا حتى شي حاجه، وانا كنموت بالجوع. وجات واحد السيده اللي كتجمع الشغل تما في الداخل، قالت لي جات لي المجار ديالي وجمعت ديك الشيء اللي فيه كامل، ما خلات لي حتى شي حاجه ما ناكل، وانا كنموت بالجوع. ما بغينش هادشي يرجع للطرف ديالنا.